مساء الخير لك جهاد، ومساء الخير لضيفيك الكريمين. مشاهدينا مساء الخير عليكم جميعا، أهلا بكم مع هذه الأيام الأولى من العام الميلادي الجديد 2020، جعله الله عاما سعيدا على الجميع وأيضا في عالم كرة القدم. نتمنى للجميع أن تستمر المتعة في الأحداث الرياضية من المتعة لمتابعيها، كيف لا، وهي البطولة الأقدم والبطولة التي عودتنا على مفاجآت من العيار الثقيل جدا جدا جدا. اليوم حقيقة نحن أمام مواجهة، دعونا نقول أنها مواجهة بين كبيرين. نعم، عندما يعني لو المباراة انطلقت، الملعب هو ميلينيو، ملعب نادف واحد، تخيلوا يعني فريق ولفرهامبتون والأحداث الكبيرة، رغم أن هذا الحالة التي فاز بها مان يونايتد 12 مرة، كينا هذا الرباعي الذي يعمل سويا ويحاول أن يعيد يونايتد إلى وضعه أقر بالهدف القاتل الذي سجله اللاعب جويتس باني خيمي على حساب المكسيكي خيمينيث الذي يجلس بديلا، وبيدرو نيتو البرت اللاعب الذي قلت عنه الخطير رغم أنه غير معروف، ولكن أنا اعتقدت أنه أداء عند اللاعب فيناغر يعليها فيناغر، واللاعب اللي بالفعل أثبت أنه اللاعب بإمكان تراوري، أداما تراوري السريع والقوي ويعكس كرة، أداما تراوري يعكس كرة، اللاعب الإسباني صاحب الأرض، نفس الرجلين هذا اليوم اللذين يتواجهان في هذه المباراة جدد. هنا الرهان على هذه الأسماء الجديدة، وهذا هو الرهان، وهذا هو ميسون غرينوود في أول محاولة لهذا اللاعب. صار أحسن فريق بحقق نتائج مع المان يونايتد، وكرة على القائم القولة، روعة الأرجنتيني، وركنية رابعة على التوالي، يقطع الدفاع طويلة، الكرة ملعوبة مقطوعة بالرأس، روميرو أنقذ اليونايتد بالفعل في الكرة الأخيرة، عادت مرة أخرى فريق ولفرهامبتون هو الفريق الأخطر، على المرمى مباشرة لكن تصطدم بالجدار، يرسل كرة طويلة تمر وتذهب إلى خارج الملعب. الدقيقة عشبة كبيرة، هذه الموهبة بقميص يونايتد حتى الآن لم تظهر. كرة لمست يد مدافع يونايتد، الحكم على ما مانشستر يونايتد، وكرة عرضية مزدحمة جدا، اليوم بيلعب في الاف اي كاب. اشلي يانج يحاول، اشلي يرفعها، اشلي داخل منطقه الجزاء، تلاقى من جهه اليسار عن طريق اللاعب فيناغر، اماميه الكره ملعوبه من اشلي يانج، المنطقه اليمنى ليونايتد، جيمس يلعبها وبيريرا يسدد، وكره كره تغير سيلها، ولكن ايضا يلحق بها جوتو اللي بادئ اساسي هذا اليوم، ما فيش روبن نيفيش، لكن كلهم مريحهم نونو سانتو، ترتد الكره تعود من جديد، يحول كرة عرضية حلوة التمريرة، وجيمس اللي سدد طبعا اللي سدد، ونادي ليستر سيتي لم يتخلى عنه بهذه السهولة، دفع يونايتد أموالا، لكن أقرب كرة، براندون ويليامز وحكم المباراة بول تيرني ماذا يقول؟ تعطيه سرعة، تعطيه قوة في الالتحامات وفي التسديد. الموسم الماضي أخرج أرسنال وأخرج تشما، ينطلق أداما، يحول كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء، يبدو اللي هو فيناغر أعاد الكرة بالخلف، والتسديد من مسافة بعيدة، روبن نيفيش، هذا هو روبن، كانت حسابات سولشار كلها خاطئة، خاطئة أليكس فيرجسون، الكرة العرضية تمر، الكرة العرضية يبعدها الدفاع، تتحول يشتتها ميتش أيضا، هذه كلها وستوك سيتي أيضا تمر، وكرة تذهب إلى ركنية، طموح مشترك بتحقيق الفوز بين الفريقين، بعد الثالث والركنية عالية داخل منطقة الجزاء، رسمي حال وانقلب حال أحوال، يضلية على المليان، فيها سيطرة، فيها خطورة، وفيها فاول يا حكم، ما فيهاش فاول، بيت ثاني، وكرة عالية داخل منطقة الجزاء بركلات ترجيحية، لكن نحن لازلنا في الدور، فهدنا تعبيرات تظهر أنه طبعا سولشار ليس سعيدا، لأنه هذه المباراة لو خسرها الفريق يعني. شكرا لك زميلي جهاد مرة أخرى، يبدو بالفعل أن الاستوديو التحليلي يعني مصيب في توقعاته، لأنه التبديلات ستأتي سريعا، ويبدو أن نونو سانتو ينتظر منه أن الشوط الأول، يمكن يعني في بدايته كانت أفضلية لولفرهامبتون، لكنها ثاني من اليسار لليمين بالالوان البرتقال، متراوري يحاول ارضيه، حولها خطيره، منتهى الخطوره، محترفين في الكاراباو كاب، وصل سيمي فاينل، ولكن حارس الارجنتيني صاحب الخبره الكبيره سيرخيو روميرو، قلنا لاعب اهم مباراه في عالم كره القدم، نهائي كاس العالم 2000، طويله ملعوبه، كره طويله، يلا مرر، مش معقول يا بيدرو نيتو، الهدف الاول كان هدف التعادل، نعم يميها
أنتوني مارسيال اللاعب الفرنسي هو اللي سجل ليونايتد. وتلك المباراة يمكن تلك المباراة مباراة الذهاب بين وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد عبرت لنا عن مدى سوء الحظ الذي سيواجه يونايتد. حتى أيضا أسماء من سبورتينغ وبنفيكا وملتقى الجزاء والعرضية لازالت خطيرة. يقطع الدفاع دور الإيطالي وهذا تشونغ وهذا تشونغ وهذا تشونغ ويعرقل تشونغ ويعرقل تشونغ ورومان سايس يرتكب هذا الخطأ المخضرم ومات اللي يلعب. حلوة حلوة كفكرة حلوة شاهدوا أن لاعب يعني لاعب عادي لاعب عادي. تشونغ يامور تشونغ 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 يعكس كرة حلق من وسط الملعب من العمق لكن يستطيع حقيقة أن ينافس الكبار. حتى الآن أداما تراوري يحاول كرة مقطوعة من ماتيتش عادت مرة أخرى. هذه الكرة قصيرة مرفوعة من اليمين وهاري ماغواير اليمين محاولة مرور انطلاقة من جهته يعني يريد أن يستغل الوسط ملعب بشكل أفضل. من يغادر ماتا وبديله هو وهذه محاولة والهدف 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 لسه يدوب لو وطاها شوي كان ممكن. وأعتقد لاعب مثل موتينيو حيحسن الأداء. تشونغ عليها أن يكمل طريقه فيها إنذار بدون أدنى تردد. يمكن طبعا الحسنة بأداء تشونغ أنه لاعب على القائم البعيد وبالرأس كرة خطيرة حلوة حلوة لكن جوني سريع وهذه كرة خطيرة يا خيمينيز. ماذا كلا الفريقين فريق الذئاب وهو الهدف 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 يلغى الهدف يلغى متجهة نحو المرمى وهي في طريقها إسباني لكن أصوله من مالي أداما تراوري كلا الفريقين فريق الذئاب وهو الهدف 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 يلغى الهدف يلغى